بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ، به نستعين، عليه نتوكل، منه دائما نطلب التوفيق والسداد والنجاح. تحية متجددة هنا من هذا الميدان، تحفة ميادين السباقات، ميدان المرموم، في إعلان انطلاقات هذا الختام، ختام أول بطولات هذا الموسم. تمهيدي المرموم مكرمة سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية في انطلاق هذا اليوم المخصص أيضا لسن اللقاية، وانطلاق أول الأشواط وهو الشوط الخاص بالإبكار المحليات الأصايل ضمن الجولة الأولى، وهي جولة الساعات المقدمة أيضا في انطلاقات هذا المساء المتميز. على بركة الله تعلن انطلاقة أول أشواطنا، ومع هذه البداية مشاهدينا متابعينا الأعزاء نرحب بسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم المتابع لانطلاقات هذه البداية وهذا المساء المتجدد دائما بالنشاط من خلال سن المفاجآت. نرحب بكل مشاهدينا الأعزاء عبر قناة دبي ريسينج المتابعين لكل الانطلاقات والتحديات، وحضورنا الكريم الذي يتواجد هنا في أرضية هذا الميدان متابعة مباشرة. نقلنا المباشر عبر دبي ريسينج وانطلاقتنا إلى البداية الأولى، حيث المركز الأول مباشرة، وجود الشكل في المركز الأول لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم مع محمد بن سعيد بن حلوة في المقدمة، بينما المركز الثاني شوق على المركز الثاني شعار هجن العاصفة وسالم سعيد أيضا في التضمير والإدارة والتدريب، سعيد سالم أيضا في الإدارة والتدريب، بينما المركز الثالث وصال في المركز الثالث أيضا مع سعيد سالم في القيادة، والشعار هو شعار العاصفة في انطلاقاتها، بينما المركز الرابع سرابة وصلت لهجن ند الشبا وسالم سعيد أيضا في التضمير، بينما المركز الخامس تتدخل هملول لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وسيد بن محمد بن مروشد أيضا مرهوة، وفي المركز السادس هنا دخول لأمواج لسمو لانطلاقه هناك والتغيير ايضا من خلال الدخول الذيبه في هذه اللحظات لسعاده الشيخ محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن الثاني ومسفر بن علي بن عبيد السناري الذي يقدم ايضا هذا الاداء الجميل، بينما المركز السابع في هذه اللحظات هي مطيله لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم وعتيج بن سالم بالعرطي الحميري يتابعها، وهناك على المركز الثامن ما شاء الله العزوم لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وسعيد بن محمد بن مروشد، وعلى المركز التاسع تعود احترام لهجن ند شبه سالم سعيد في التضمير، وفي المركز العاشر هناك هجامة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم مع مسري بن سالم بالعرطي الحميري. الله، خطفنا كيلوين من هذه المسافة لهذا المساء، وهي الأربعة كيلو مترات، والساعة الأولى جولة الساعات من بيتيم في ساعته الأولى، من بيتواجد مع المقدمة والبداية ما شاء الله، من يحدد في هذا المسار. يا سلام يا سلام الذيبة الضيفة القادمة هناك من دوحة السلام ما شاء الله لسعادة الشيخ محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن الثاني ومسفر بن علي بن عبيد السناري. السلام عليك يا السناري، أداء متميز دائما في المشاركات وفي الأداء الجميل. سرابة في المركز الثاني، هجن ند الشبا أيضا متواصلة، وسالم سعيد في المتابعة وفي تقديم هذه الأسماء الشاهينية على المركز الرابع أو الثالث لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، مع وجود أيضا سعيد بن محمد بن مروشد في هذه الانطلاقة، وهنا العاصفة قادمة بوصال لتصل للمراكز المتأخرة بالمراكز الأولى ما شاء الله وتبارك الله. في المركز الخامس أعود مع شوق لهجن العاصفة وسعيد سالم أيضا في التضمير. هذه أسماء المراكز الأولى، متابعتنا الأولى، مسارنا الأول، تحديات هذه الانطلاقات. يوم جميل يا سلام، أول الختاميات
ولكن مع هذه الانطلاقة، مع هذه اللحظة التي مكنت أيضا نفسها هنا الذيبة على المركز الأول، لا تزال في هذه اللحظات لسعادة الشيخ محمد بن خليفة بن سيف الثاني، وهناك أيضا محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن الثاني أيضا في هذه المنافسة، وهناك على المركز الثاني لا تزال سرابة لهجن ند الشبا. وإذا سالم سعيد، يا سلام السناري في صراع أيضا لنيل هذا اللقب، اللقب الأول في هذا المساء وفي هذا الختام. ما شاء الله، هي الذيبة لسعادة الشيخ محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن الثاني ومسفر بن علي السناري. يا سلام بنقول للدوحة سلام حتى هذه اللحظة، وهجن ند الشبا حاضرة بقوتها وصلابتها أيضا متواجدة. هجن ند الشبا مع سالم سعيد في هذا الانطلاق القوي. ما شاء الله، من بيتيم الساعة الأولى، تيمتها الذيبة، تيمتها الذيبة، الذيبة وهي ذيبة. سلام يا الدوحة سلام، وما شاء الله سعادة الشيخ محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن الثاني أيضا للفوز بالمركز الأول، ومسفر بن علي السناري المركز الثاني. كانت سرابة لهجن ند الشبا المركز الثالث، وجود مغيظة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم المركز الرابع، هي العزوم لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. والمركز الخامس وهد في المركز الخامس لهجن العاصفة. يا سلام، يومنا مميز وانطلاقتنا متميزة وتواجدنا أيضا يتميز من خلال هذه الانطلاقة الأولى. الله، أعود إلى التوقيت، نشوف التوقيت يا جماعة، نشوف ونتابع أيضا في هذه اللحظات. 6:23 من الثانية فقط لا غير في هذه الانطلاقة تانينا، والناموس أيضا لسعادة الشيخ محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن الثاني، وأيضا تهانينا مسفر بن علي السناري المركز الثاني. كانت سرابة هجن ند الشبا مع سالم سعيد، أيضا تهانينا والناموس. والتوقيت الزمني 6:01.3 من الأجزاء من الثواني، والمركز الثالث ذهب إلى مغيظة، تهانينا والناموس لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، تهانينا مسري بن سالم بن عرطي الحميري أيضا 6 دقائق. ومن الأجزاء هناك أيضا ما نتابع 6 من الثواني ما شاء الله، وسبع من الثواني، وهنا انطلاقة أو 8:07 من الأجزاء من الثانية. إذا هذه النتائج للمراكز الأولى الثلاثة الأولى في انطلاقات هذا المساء وانطلاقات التحديات، والساعة الأولى أيضا للمحليات تذهب في انطلاقة قوية مع الذيب.